في مرحلة مبكرة صدور قرار التخصيب في فلسطين. أنا بستعرض شريط من الذكريات، كيف كان الجو متوتر إلى أبعد الحدود في أنحاء حيفا، في شوارع حيفا، تجمعات الناس، تعليقاتهم. ثم بدأت الاشتباكات في اليوم الثاني من صدور قرار التخصيب في حيفا، وما زال في ذهني وفي ذاكرتي وأسمع كيف كان الشباب يتنادون تحت أزيز الرصاص، اللي كنا ننام على أزيز الرصاص ونستيقظ عليه ليليا، يتنادون مع بعضهم البعض: يا أبو فلان، يا أبو فلان، يا أبو فلان. كانوا ينخون بعضهم ويخرجون للمواجهة، لأنه في حيفا في شيء مهم لازم نعرف، أن الأحياء اليهودية متداخلة كانت مع الأحياء العربية. يعني بيتنا نحن مثلا كان يطل على السوق الأبيض، سوق رئيسي جدا، سوق تجاري. في آخر السوق الأبيض في ساحة الحناطير، اسمها هاي ساحة الحناطير أو ساحة الخمرة كما كانت تسمى. الخمرة اسم عائلي كبير في حيفا. مقابل ساحة الخمرة، الطرف الآخر لها هذه الساحة، ساحة الحناطير، كان الحي اليهودي، وهو حي كبير جدا وضخم جدا. وكانت في منطقتنا الحقيقة تأتي الهجمات من ذلك الجنب، وبالتالي سوق الأبيض كان هو السوق اللي تحت بيتنا تماما، كان هو اللي نسمع فيه ركض الشباب ونداءهم على بعضهم انه هجموا ويلا يا شباب، بهذا المعنى. في انا كنت في فرقة الكشاف الإسلامي، وفي هذه الكشاف في الفرقة شكلوا منا في ذلك الوقت وبشكل سريع فرقة إسعاف أولي. وهذه الفرقة الإسعاف الأولي استمر التدريب حوالي شهر، ثم أفرزنا إلى مواقع التماس. أنا أفرزت في حينها مع شخص آخر اسمه محمد الشيمي أبو نبيل، كان في الكويت في الفترة الأخيرة، ثم علمت أنه توفي رحمة الله عليه. أفرزنا إلى القيادة في حيفا، القيادة العسكرية. وجودي في القيادة ساعدني كثيرا، رغم صغر سني، كنت 15 سنة تقريبا، ساعدني على رؤية أمور كنت بجهلها. ثم فيما بعد، بعد أن كبرت ونضجت طبعا، أدركت دلالاتها السياسية. أذكر حادثة، كان موجود في هذه القيادة شاب كان معنا في النادي الكشافي الإسلامي، لكن كانوا بفرقة الجوال، اسمه سليمان كرداسي، كان لفترة طويلة هنا المدير المعهد الـ VTC القسم الداخلي في دمشق. نادى علي في يوم الأيام، كان الدنيا الظهر بذكر، وقال لي انزل معي يا محمود على هالمستودع. فانزلت معه، وأنا متوقع أنه مستودع، يعني مستودع السلاح، يعني مليء بالأسلحة والذخائر. نسيت أقول أنه مركز القيادة في حيفا كان في مدرسة درست فيها في طفولتي، مدرسة السباعي، كانت لواحد اسمه الشيخ محمد السباعي، فتحولت فيما بعد إلى مركز القيادة الفلسطينية. المهم نزلنا إلى المستودع، وكان مستودع ضخم كبير جدا، مساحته هائلة. لكن عندما دخلنا، فتح الباب ودخلنا، وجدت هذا المستودع خاوي، لا يحوي شيء إلا صندوق. وفتح صندوق سليمان، طليت أشوف شو فيه بالصندوق، وإذا فيه بالصندوق مجموعة من الطلقات. كان بهذه الطلقات، حسب ما قال لي، طلقات فرنسية، طلقات إيطالية، طلقات إنجليزية، طلقات أمريكية، بنادق يعني متعددة الأنواع. وقال لي: يا محمود بدنا نفرز كل شيء لحال.
يعني اذا الشباب اجوا طلبوا، عشان احنا عارفين الالماني وين والانجليزي وين والايطالي وين والالماني وين، وعلمني يعني الفارق بين هذه الطلقه وتلك الطلقه من طلقات البنادق. وبدات انا وياه الحقيقه نتعاون على عمليه الفرز ووضع كل مجموعه على حده. هذه الحادثة الحقيقة تدل إلى أي مدى كان هيثم غير مستعد لمثل هذه المواجهة التاريخية التي يتكرر فيها مصيره. لم يكن هناك سلاح، لم يكن هناك استعداد. الحقيقة أن الانتداب البريطاني كان يلاحق الفلسطينيين بالقمع، كل من يجد معه قطعة سلاح كان يحكم بالإعدام. في الطرف المقابل كانوا بالنسبة للإسرائيليين يفتحون لهم المعسكرات، يزودونهم بالسلاح، يدربونهم، يرسلون لهم كبار الضباط الجيش الإنجليزي ليدربوهم، وهم أيضا شكلوا منهم فيلق كبير اليهودي للقتال في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان، وهدول عادوا إلى فلسطين وكلهم مدربون تدريب عالي. فحيث كانت الأحياء متداخلة، وهذا خطر جدا على الأحياء العربية. والشيء الثاني والمهم في هذا الموضوع يجب أن يعرف أن اليهود كانوا يأخذون المرتفعات ويسكنون في المرتفعات، إضافة إلى الأحياء اللي في الساحل المتداخلة كانوا يسكنون المرتفعات، وبالتالي هم من الناحية الاستراتيجية مسيطرين باستمرار على مدينة حيفا. العرب كانوا في الساحل وفي المنحدرات. رأيت وشاهدت الحقيقة من خلال وجودي في فرقة الإسعاف مشاهد بطولية رائعة من هؤلاء الشباب، ليس الآن مجال ذكره بكل قصة على حدة، ولكن كان فيها إرادة، كان فيها صوفية وطنية، كان فيها إصرار على الصمود وعلى الثبات. وبالنتيجة مع الأسف الشديد في 22/3/48 بعد حوالي 5 أشهر من صمود هذه المدينة سقطت هذه المدينة. في دراساتي أنا فيما بعد عن كيفية سقوط حيفا اكتشفت في الأدبيات الإسرائيلية أن في حيفا كان من اليهود 5000 مقاتل مدربين، كانوا بيسموهم فرقة البلمخ، يبدو ترجمتها في العربي الصاعقة، وكانت حيفا بالنسبة لهم يعني هدف ثمين ومهم. من دراستهم في الموقع الاستراتيجي لحيفا، والحيفا موقع هام جدا في فلسطين، هي من أعظم المدن الفلسطينية كانت في ذلك الوقت، ليس جمالا فقط، وهي مدينة جميلة إلى أبعد الحدود بشهادة السفراء الغربيين الذين ألتقيهم بحكم موقعي وعلاقاتي الدبلوماسية معهم جميعا. عندما يعرفون أنني من حيفا يندهش ويقول زرتها وهي أجمل ما رأيت في حياتي. ولكن أيضا حيفا مدينة كانت مركز تجاري فيها صناعات هائلة وكبيرة، مركز لمحطة سكة حديد، كان فيها 3 محطات سكة حديد كانت تربط في سكة الحديد هذه ليس فقط أنحاء فلسطين في بعضها البعض، كانت تربط أيضا حيفا وتربط فلسطين. في يجدر بالذكر عن حيفا أيضا المعركة التي كانت في
مهدت لسقوط حيفا. لم يكن في حيفا سلاح. قام قائد حيفا وهو من الأردن باسم محمد الحنيطي بالذهاب إلى البلاد العربية واشترى كميات من السلاح. تبرعت الناس في حيفا كلها تبرعت لشراء هذه الأسلحة. ووصل إلى عادة بشاحنتين كبيرتين. وصل إلى المركز الناقورة الحدود اللبنانية الفلسطينية. ومع الأسف الشديد كانوا الإنجليز موجودين طبعا في محطة الناقورة أو في مركز الناقورة. استخدم الهاتف واتصل بقيادة حيفا وطلب جميع القيادات المحلية في حيفا. يعني كان هناك لجنة قومية في حيفا ولكن كان في كل حي من الأحياء كانت هناك لجنة محلية يشرف عليها مسؤول عسكري هو الذي يتولى عملية صد الهجوم والقتال. فهو طلب جميع هؤلاء وذهبوا إلى عكا والتقوا به في عكا ونصحوه بأن يتم نقل السلاح عبر البحر بالزوارق الصيد وأنه لا يجوز نقل السلاح من حيفا إلى. وأنا كنت شاهد على هذا في القيادة والاتصالات الهاتفية كانت أمامي في القيادة في هذا الموضوع. نصحوه في عكا بأن ينقل عبر قوارب الصيد لأن الطريق من عكا إلى حيفا مليئة بالمستوطنات والمستعمرات اليهودية. وكانت أكبر مستعمرة اسمها مستعمرة موتسكن. ولكنه أصر على أن ينقل السلاح بأسرع وقت ممكن. ويصل به إلى حيفا لأنه حيفا بلا سلاح. وكان بذكر من الأسماء الشخص اللي كان مسؤول عن حي تبعنا فخري البرد وكان شخص كان مشهور في حيفا بشجاعته وفروسيته وبطولاته المتعددة اسمه برهم سرور. كلاهما نصحه والآخرين نصحه. المهم هو استمر في السير ورافقوه طبعا كان عددهم حوالي 13 شخص المسؤولين عن حيفا. وفي مستعمرة موتسكن وجدوا الطريق مغلق في دبابة إنجليزية وعلى جانبي الطريق الأبنية الريف المستعمرة انهال عليهم طبعا وقعوا في الكمين وانهالت عليهم الرصاص وقتلوا. واستشهد محمد الحنيطي قائد المدينة. وكانت هناك سيارة منهم من الشاحنات سيارة متفجرات. برهم صرخ في فخر البرد هذا الشخص الذي بقي حيا وعولج روى الحادثة. برهم صرخ في فخر البرد فجر الشاحنة وفجرت طبعا. وهذا التفجير ساهم في قتل الجميع أيضا. حزن أهل حيفا. كنت أنا موجود في موكب الجنازة. طلع جنازة من 13 شخص 13 تابوت وراء بعضهم البعض. كنت أحمل أنا الإكليل في مقدمة وهذا يوم مشهود في تاريخ حيفا يوم حزين وكئيب جدا. من الصعب جدا على أي إنسان عاش تلك اللحظة أن ينساها مع بالرغم من مرور الزمن الطويل. خصوصا أن فخر البرد كان قريبا من أقربائي. كنت أحمل الإكليل في المقدمة. وصلنا إلى قريب من المقبرة. خرج الشيخ عبد الرحمن مراد الذي هو أمين سر اللجنة القومية في حيفا وخطب طبعا في الجنازة. وأذكر الجملة الأولى في خطابه فيه أيها الركب الكريم هكذا سريعا أزمعتم الرحيل. هذه الخسارة الكبرى أضعفت كثير من مقاومة حيفا وساهمت في سقوط حيفا بعد ذلك بفترة يعني أقل من شهر. الآن خرجنا إلى التيه